لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. الشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، برنامج الأحواز المسيحية. نبدأ هذه الحلقة بعون الله عز وجل بالأخبار، فإلى العناوين. العفو الدولية تتخوف من احتمال إعدام أسيرين أحوازيين. حقوقيون ينشئون صفحة إلكترونية تضامنا مع المحكومين بالإعدام. الشرطة الفارسية تعتقل شابا أحوازيا في الأحواز العاصمة. والسياسات البيئية للاحتلال تحصد أرواح الأحوازيين. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب. أهلا بكم مشاهدي الكرام. أعلنت منظمة العفو الدولية أن عناصر جهاز المخابرات في دولة إيران قاموا بنقل الأسيرين علي جهبشاط الكعبي وسيد خالد ياسين من سجن فجر في مدينة القنيطرة إلى مكان مجهول. أضافت المنظمة في بيان لها نشر على موقعها أن منظمات حقوق الإنسان ومن بينها منظمة العفو الدولية تتخوف من احتمال إعدام الأسيرين بطريقة سرية. وقالت المنظمة إن محكمة الثورة الإيرانية وجهت للأسيرين تهمة محاربة الله ورسوله والعمل ضد الأمن الوطني للدولة الإيرانية. وللتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا الناشط الحقوقي الأحوازي عبد الكريم خلف. أستاذ عبد الكريم مساك الله بالخير. تحياتي أخي باصيل لك ولكافة قناة وصال. وأنا أحييك، سبق أن كنت معنا بعد التقرير الذي عرضه أحمد شهيد عضو الأمم المتحدة عن حال السجناء والمحكومين عليهم بالإعدام. اليوم توصلت إلى أن منظمة العفو الدولية يعني تدين الإعدام بالأسيرين الأحوازيين. ما الجديد في هذا الموضوع؟ حول نقل الأسيرين علي شبيشات وسيد خالد، هو بالواقع يغلق أيضا المؤسسات حقوق الإنسان وفي نفس الوقت العوائل هؤلاء، لأن طبق القانون لحد الآن المحكمة العليا في طهران لم تصدق على الحكم الأولي أو البدائي بالنسبة للمحكمة الشعبة الثانية في الأحواز، وهذا بالواقع لأنه من بعد صدور الحكم الأولي يعني في فترة ما يقارب 20 يوم في وقت لا الاستئناف، ولكن مع الأسف الشديد أنه المسؤولين المحكمة يعني ما اتخذوا الإجراءات القانونية ولم كان يعرف أهالي المحكومين أنه أولادهم محكومين بالإعدام. طيب المنظمة كيف وصلها بأن هناك يعني حدث موثق بنقل أسيرين إلى مكان مجهول، يعني كيف حصلت المنظمة على هذا الخبر الموثوق؟ طبعا هذه المنظمة لأن لديها نشطاء حقوق الإنسان وموجودين في مدن الأحوازية يعملون ويوصلون المعلومات الدقيقة، لأن عوائل هؤلاء الأسيرين حين زيارتهم يوم الثلاثاء
الماضي يوم 18 آذار، فكان توقيت النساء، ففوجئوا أنه مسؤولين السجن قالوا بأنه استخبارات جت خلت هؤلاء وين أي مكان، إلى حد الآن لم يعرفوا. طبق القانون الإيراني أيوة. المسؤول الأول رئيس السجن والمحكمة، ولا حد الآن لا المحكمة الثورة ولا المسؤولين السجن في سجن فجر في مدينة ديزيفول ما يعني ما بينوا أنه هؤلاء وين تم إنقاذهم. المنظمة أعلنت بأنها تتخوف من احتمال إعدام الأسيرين بطريقة سرية، ماذا لو تم الإعدام؟ ماذا ستفعل المنظمة؟ أولا لازم أنه أشرح أنه هذا بالواقع اختراق القانون، لأن حد الآن المحكمة العليا لم تصدق على الحكم الأولي، وثانيا ما تقوم فيه المنظمة أو مثلا العفو الدولية أو مجلس حقوق الإنسان هو بالواقع مكاتبة مع إيران وطلاب التفسير، يعني أنه وين هؤلاء يتواجدون لحد الآن، يعني بالواقع من حد ما الآن نشاهده هو الإدانات اللي موجودة بالنسبة للوضع الحقوق الإنسان في داخل إيران، والتخوف الأكثر بأن تم تنفيذ حكم الإعدام سبق وتم تنفيذ حكم الإعدام بشكل سري على شباب الفلاحية وشابين من أبناء الخلفية، هذا ما يقلق الكثير صراحة. والوضع الإيراني اللي الآن موجود في الداخل يعني يقلق جدا بالنسبة للشعوب الغير فارسية ونشطاء الشعوب الغير فارسية. الآن المنظمة يعني إذا كانت تدين مثل هذه الجرائم وتحذر وتهدد وتتوقع من احتمال وقوع مثلا إما نقل إلى مكان مجهول أو إعدام، لكن إذا حصل هذا الأمر ما هي النتائج؟ يعني كثيرة هذه التنديدات لكن ليس هناك أي جدوى. وأصيل لحد الآن مجلس حقوق الإنسان حول الأسيرين أرسل توضيح من السلطات الإيرانية، ولكن حد الآن لم يتم الإجابة. مكتب أحمد شهيد في نفس الوقت وأيضا العفو الدولية لأن لها ارتباط مباشرة مع السلطات القضائية الإيرانية، يعني كاتبتهم تستفسر على الوضعية. إحنا يعني يجب أنه في البداية يكون توضيح واضح أنه وين يتواجدون هؤلاء، هل هناك في يعني تحقيقات تكميلية، هل هناك أمور جديدة يعني موجودين بالنسبة لهذا الملف، يعني يجب أن يكون الإجابة بشكل واضح. ومن ثم إذا في طيب. خطوات أخرى مثلا مكاتبة البرلمان الأوروبي أو حتى ما فيها يعني الجهات اللي لديها علاقات مع إيران أو لديها مفاوضات مع إيران، هذا في خطوات الأخرى. طيب المنظمة لها تعليق يعني على التهمة، حيث يعني ذكرت بأن التهمة هي محاربة الله والرسول والعمل ضد الأمن الوطني للدولة الإيرانية، في تعليق يعني حول هذه التهمة يعني كمنظمة؟ هذه التهمة تهمة محاربة الله هي بالواقع كثير من الدول وكثير من القانونيين يعني ينددون في هذه التهمة، لأن بالواقع ليس تهمة بالنسبة للناشط السياسي أو السجين السياسي، بأن النظام الإيراني يمثل نفسه أنه هو مندوب الله على الأرض، وكل من يعارض هذا النظام يصبح هو محارب الله ومحارب الرسول. الله مستعان. إلى حد الآن في حتى في داخل النظام الإيراني في هناك بعض الأصوات تعارض هذه التهمة ويسعون إلى أنه يستبدل أو يكون تهمة أخرى في هذه المكان. أنا حد الآن صراحة حسب متابعتي أرى هناك بعض المعارضين حتى في داخل النظام الإيراني حول نفس هذه التهمة، لأن كثير من معارضين النظام الإيراني بما فيها الشعوب الأكراد البلوش الأتراك موجه لهم هذه التهمة بما أنه بسبب معارضتهم مع النظام نفسه وسياسات النظام. أستاذ الكريم أنا أشكرك شكرا جزيلا باسمي وباسم طاقم برنامج على هذه المتابعة الحقيقية لمثل هذه القضايا من ناحية قانونية وحقوقية. كان مع المشاهدين الكرام الناشط الحقوقي الأحوازي عبد الكريم خلف الأحوازي للتعليق حول تخوف العفو الدولية من احتمال إعدام أسيرين أحوازي. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الشهر بين الفخار.
قلبي دماء الشباب. من جهة أخرى، طالب حقوقيون أحوازيون، طالبوا منظمات حقوق الإنسان العربية والعالمية بالضغط على الدولة الفارسية للتوقف عن تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته بحق الأسيرين علي جاه الكعبي وسيد ياسين والكشف عن مكان احتجازهما. وقد أعد الحقوقيون صفحة إلكترونية للتوقيع على رفض إعدام الأسيرين ومطالبة المنظمات بتحمل مسؤولياتها الأدبية والأخلاقية. من لا يحب صعود الجبال يعش أبدا بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. ذكرت مصادر مطلعة أن قوات الأمن والشرطة الفارسية قامت باعتقال الشاب الأحوازي ماجد مرمضي وتم نقله إلى مكان مجهول المعتل من أبناء مدينة الخفاجية، وقد تم اعتقاله في الأحواز العاصمة تحديدا في حي كيان بارس، ولم تتضح بعد أسباب هذا الاعتقال ولا مكان الاعتقال. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. ذكرت المنظمة العالمية للصحة أن أحد الأسباب الثمانية التي تؤدي للوفاة هو التلوث البيئي. وفي هذا الشأن ذكر خبراء البيئة أن الأحواز بشكل عام والأحواز العاصمة بشكل خاص تعد من أكثر المناطق المتضررة بيئيا، وعزى الخبراء ذلك إلى سياسات الاحتلال الفارسي البيئية كتجفيف الأنهر وانتشار المصانع ورمي مخلفاتها في الأنهار كنهر كارون، كما أن سياسة قلع الأشجار وتضييق المساحة الزراعية واحدة من أهم تلك السياسات الخطيرة بحق الأرض والشعب الأحوازي. كان هذا مشاهدي الكرام ما لدينا من أخبار، ألقاكم بعد هذا الفاصل. وعزف الرياح ووقع المطر، وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان، وأهلا باتصالاتكم التي ستردنا إن شاء الله في هذه الحلقة، ونتمنى أن تكون اتصالات هادفة سواء كان من المؤيد لهذه القضية أو كان من المعارض لهذه القضية، وأن يكون الموضوع في موضوع قضية الأحواز، ويحبذ أن يكون هناك عدم السب والشتم الذي اعتدناه دائما من الذين يعترضون على هذا البرنامج وفكرة هذه البرنامج وعلى قضية الأحواز برمتها، لأن السب والشتم لا يجدي أي شيء، لكن حينما يكون هناك الحوار والنقاش في محور معين يكون هناك تكون هناك القناعة ويكون هناك جدوى، لكن حينما يكون هناك السب أو الشتم أو بهذه الطريقة، هذه طريقة خلاص يعني اعتاد عليها المتابع ويعرف بأن هذه مجرد نكاية و يعني أهداف أخرى لا تفيد بأي شيء. نحن يعني من خلال هذا البرنامج كان هناك اهتمام كبير جدا بقضية الهوية العربية، وهناك اعتزاز قوي جدا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هؤلاء الأحوازيين بانتمائهم لهويتهم على هذا الاحتلال القوي الممنهج خلال 88 عام. حينما يكون هناك هذا الاعتزاز، وشاهدنا هذا الاعتزاز من أكثر من 30,000 وهم يمثلون يعني أهاليهم وأسرهم داخل الأحواز، هذا يعني ينبئ بمستقبل زاهر للأحوازيين مهما كانت الأمور ومهما كانت الضغوطات ومهما كانت بعض القناعات التي لا زالت يعني مترددين فيها بعض الأحوازيين.
نكمل إن شاء الله هذا الموضوع بعد أن نأخذ هذا الاتصال من العراق. محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ولا حبيت أشكر كادر أقصى الفال اللي أنها فرصة تنفس خلالها. الله يحييك. أنا وعل أشكر كادر القناة بالكامل مشكورين رحم الله والديك. يعطيك العافية محمد. الصوت عندك يعني متقطع، لكن أنا أشكر اتصالك وأشكر يعني هذه المبادرة منك، ومهما فعلنا فهذا قليل في حق إخواننا في الأحواز وفي العراق وفي كل بلاد الإسلام. شكرا جزيلا. الآن بعرض لكم مشاهدي الكرام، بما أن محمد من العراق، نعرض لكم يعني هذه الرياح التي هبت من إيران بعد أن مرت على الأحواز ثم وصلت إلى العراق، والله أعلم إلى أين تصل بعد العراق. ولكن يعني شوفوا كيف يعني هذا الاستهداف الممنهج من النظام الإيراني في سلب الهوية العربية لدى العراقيين. يعني الأحواز خلاص انتهوا منهم، مناهجهم كلها بالفارسية، التعامل بالفارسي، المرافق الحكومية كلها بالفارسية، الآن وصلوا إلى العراق. شوف يعني هذا الناشط العراقي كيف يبين هذه المشكلة. بل كل الشعب العراقي الآن يتعرض إلى تغيير هوية. أستاذ فيصل طيب بدقيقة. تغيير هوية هات لنشوف. طيب هذا الكتاب الآن شذرات فكر الخميني الآن عم من وزير التعليم علي الأديب أن يكون منهج بدل الثقافة الوطنية. الشعوب نعم الشعوب في هذا عمم رسميا على كل الوزارات، وأتمنى يعني تراجع هذا الموضوع وتأكد من هذا الموضوع، ووصل إلى كل الجامعات وبلغت الجامعات بتدريسه ونشر هذا الموضوع. الشعوب تدرس الثقافة الوطنية لكي تؤكد الانتماء لهويتها وبلدها، ونحن ندرس الثقافة الخمينية. ندرس الثقافة الخمينية. روح ارجع طالب من الجامعة لما تدرس زين. عموما يعني هذه شكوى وهذا واقع على الأرض العراقية، ونتمنى بأن أهل العراق يصمدون كما صمد أهل الأحواز، لأن قد يكون هناك يعني تغيير بشكل كبير. لكن نتمنى من الأحوازيين أن يكون هناك اعتزاز بهذه الهوية من الداخل، وحينما يكون الاعتزاز تكون هناك الانطلاقة لتعليم النفس وتعليم النشأ للغة العربية. ومهما كانت المعوقات لا تعذرون أيها الأحوازيين. الآن هناك إعلام وهناك طرق كثيرة جدا لتعلم اللغة العربية. يليت أن يكون هناك ناشطين، يعني يجمع 2-3-5 من الشباب من الأقارب من أبناء العمومة ويبدأون يتعلمون اللغة العربية. وهذا قد يكون صعب، يعني بعض الشباب قد يكون مثلا المهم أني أتكلم اللغة العربية، أبوي وأمي علموني اللغة العربية، وهذا يعني من خلال الاتصالات نسمع بهذا الأمر. لكن حينما يكون هناك تعليم وتدريب من ناحية الكتابة، والله العظيم حقيقة أفخر بهؤلاء الذين في المهجر وفي الذين في الداخل الذين ضغطوا على أنفسهم وتعلموا اللغة العربية كتابة ونطقا. حينما يكون هناك مراسلات بينه وبينهم عن طريق الجوال أو عن طريق الإيميل أو عن طريق إحدى وسائل التواصل الإعلام الجديد، تشعر بأن هناك صعوبة في إرسال الرسائل، أو هناك نطق لبعض الكلمات يعني كتابة غير واضح. ولكن البعض ما شاء الله يكتب بشكل جيد وهذا رائع، وهؤلاء الذين دائما يعرفون كيف يكتبون عليكم مسؤولية كبيرة في أن تعلموا من حولكم هذه اللغة المنسية، هذه اللغة التي قتلها النظام الإيراني من أجل تجهيل الشعب الأحوازي. لغة القرآن الكريم هي اللغة العربية، وإذا أراد العدو أن يقتل الدين السماوي في قلب أي مؤمن يبدأ من لغته، خصوصا العرب من لغة القرآن وهي اللغة العربية. فجاهدوا واجتهدوا وعلموا أطفالكم هذه اللغة، وأنا بإذن الله عز وجل
سوف يكون هناك في قادم الحلقات حلقة خاصة عن كيفية تعليم الطفل الأحوازي اللغة العربية في ظل الهيمنة الإيرانية الفارسية. مهم جدا، مهما يعني إذا كان هناك من وعي من قضايا السياسة لابد أن يكون هناك وعي من ناحية الحفاظ على الهوية العربية، وليس الحفاظ على مجرد لبس الشماغ فقط أو يكون هناك الدلال أو الديوانيات، هذه أشياء نعتز ونفتخر فيها، لكن أهم شيء اللغة العربية، أهم شيء الحديث العربية، أهم شيء الكتابة بالعربية، التعامل بالعربية. تستغرب من بعض الأحوازيين حينما يتعاملون مع بعضهم البعض حينما يذكر أسماء مثل الأسواق، الشوارع، المدن، يتحدثونها بالفارسية. لا، إذا مثلا صاحبك قال مثلا ششتر، لا، هذه تستر. أخبره، قد يضحك عليك، قد يتهز فيك، هذا ليس له علاقة بالسياسة، حتى أنك يعني مثلا تعتقل أو تمسك أو شيء، لا، أنت الآن أنت أحوازي أو أهوازي، نرجع إلى أنك عربي، لازم أن تتحدث عربية، ليش تنطق بالفارسية؟ يعني هذه إشكالية ومشكلة يعني يقع فيها البعض، الله المستعان. طيب نشوف هذا الفيديو ثم نعود إليكم. اللغة العربية تعلمها من الدين، لأنها هي الوعاء لفهم الدين، فتهميش اللغة العربية وإضعافها من أجل إضعاف الدين حتى ما يفهم الناس الدين الصحيح. فاللهجات العامية وكل هذه الدعوات العاميات كلها من أيام طه حسين وشيخ مرجليوث المستشرق الفرنسي من أجل قطع الطريق على فهم الدين. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن اللي هو مصدر التشريع بلسان عربي مبين، يبين الأحكام وبين الشرائع وبين الوقائع. فإذا الناس صار عندهم عجمة حالت بينهم بين فهم الدين، كما قال العلماء ذبحتهم العجمة، العجمة ذبحت العجم عن فهم الدين. وذكرنا شواهد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. مقطع جميل جدا. تواصلت اليوم مع هذا الشيخ ويعني رأيت له أطروحة رائعة عن الحفاظ على الهوية العربية واللغة العربية، وتم التنسيق معه إن شاء الله على حلقة، لكن تكون إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة، عن هذا الموضوع بمشيئة الله عز وجل. معي أحمد من السعودية. ألو، حياك الله أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أبوي؟ طيب، أهلا وسهلا، تفضل. زين، فضلك حبيت أكلم الشيخ الله يحييك. تفضل. السلام عليكم. أنت الآن تشاهد البرنامج الأحواز ولا بس مجرد اتصال فقط؟ لا 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 لا، هتابعكم الله يحييك. ليس معي ضيف. سم؟ ليس معي ضيف. اي لا لا والله هتابعهم، الله إن شاء الله ينصرهم ويثبت أقدامهم. جزاك الله خير، شكرا. شكرا يا أحمد، شكرا لك. إذا كان هناك ضعف عند من بجانبك من ناحية الاعتزاز بهذه الهوية، فكن أنت القوي وكن أنت المبادر، وليس في هذا الأمر أي علاقة سياسية. صحيح بأن كان هناك اعتداء من قبل النظام الإيراني على أناس درسوا اللغة العربية، وأخيرها قبل تقريبا شهرين المدرس الذي كان في معهد، ولما كان يعلم اللغة العربية تم إغلاق يعني هذا الصف والظاهر تم فصله. هذا يحدث، ولكن حينما تكون في بيتك ومع أهلك أو تنتقي إحدى البرامج على اليوتيوب، في برامج تعليمية اللغة العربية رائعة جدا موجودة على اليوتيوب، حملها. أنت مثلا قد لا تستطيع أن تتعلم اللغة العربية ولا تفهم العربية، لكن عندك حماس أن يتعلم من حولك باللغة العربية، نزل برنامج باليوتيوب أو برنامج تعليمي واجمع من تراه يعني مناسب ويتعلمون بطريقة بسيطة، كل يوم 5 دقائق، 6 دقائق، 7 دقائق، ابحث عن معلم، ابحث عن برنامج، حتى يكون هناك قوة في اللغة العربية. وهناك خلل يعني، حتى يعني أنا الآن أتحدث، هناك أخطاء عندنا في اللغة العربية، لكن لا يعني هذا أن نتجاهل أو نخنع لهذه الإشكالية، لا، يكون هناك مبادرة. طيب نأخذ اتصال محمد مراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد. محمد من عصاد على الحق. أقول نحن وإيران إن شاء الله واحد لدعس رؤوس أهل السنة والجماعة. طيب وليد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك طيب؟ أهلا وسهلا تفضل. يا أخي أنا أستغرب تو تقول إن الأحواز غير عربية والآن تخلي الأحواز عربية. يا وليد يا 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 وليد يا وليد. أولا أنا ممكن أسألك سؤال. ممكن أسألك سؤال يا وليد ممكن أسألك سؤال ممكن أسألك سؤال ممكن أسألك سؤال ممكن أسألك سؤال ممكن أسألك ممكن أسألك سؤال يا وليد ممكن أسألك سؤال طيب يا أخ وليد ليش أنت تكذب على الهواء مباشرة مرة تدخل بوليد ومرة بأبو عبد العزيز ومرة بصلاح مرة ليش تكذب لا هذا اجب على السؤال اجب على السؤال ليش تكذب قبل الاحواز والاحواز اللي يتحدث عن قضيه الاحواز لابد ان يكون صادق لان المراوغ او اللي عنده مصلحه هذا يعني ينكشف في يوم من الايام لكن انت الان ليش ان تكذب بان تخرج على الشاشه كل فتره باسم في كل برنامج باسم ليش يا وليد ليش إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا اتق الله عز وجل اتق الله عز وجل اتق الله عز وجل أشكرك شكرا جزيلا جاسم من الأحواز السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شلونك جناب الشيخ حياك الله جاسم قطع الاتصال طيب نشاهد نعود إلى هذا الموضوع وهو أهمية الاعتزاز باللغة العربية في المملكة هناك حملات دائما يعني الحفاظ على الهوية العربية ومحاولة تعلم اللغة العربية في كل مكان فنتمنى أن تكون هذه الحملات موجودة وتكون هذه التوعية موجودة على أرض الأحواز مهما كانت العقبات نشاهد هذا الفيديو أعد مجموعة من الطلاب في إحدى المدارس لكن فيديو رائع وجمع رائع يستحق أن يعرض على الشاشة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أحب رسوله أحب لغته ومن أحب لغته أحب العربية لأن العربية لغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولأن العربية لغة أهل الجنة ولأن العربية نزل بها القرآن ولأن العربية فتحنا بها العالم يا الله ترى العربية هي أجمل لغة في العالم بلا تحيز ولا تمييز حياتي بالقيام إله الناس كرمني أما اللغات الأخرى فهي تأتي عارضة تأتي بعد ذلك فإذا أتقن الإنسان لغته يأتي بعد ذلك هذا أمر الأمر الثاني لا يتكلم الإنسان اللغات الأخرى إلا عند الحاجة ما في داعي أني أردد أثناء كلامي يقول له أوكي مثلا أو مثلا أقول له مثلا بدل ما أقول له أرسل لي رسالة أقول له مسجني يعني أرسل لي مسج أرسل لي رسالة لا يعني ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يتكلم باللغة العربية حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلى
أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيئا أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيئا أقدر دور من حولي لأني لست عاديا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. داود من عمان، السلام عليكم. حيا الله داود. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ أهلا وسهلا، تفضل. أكلمك من سلطنة عمان مسقط. أنعم وأكرم بك وبأهل عمان. أخي الكريم، بس أنا عندي اقتران، بارك الله فيك. على أي موضوع؟ الموضوع أنا هو الموضوع هو بس عشان قناة وصل في اللغة العربي واللغة الفارسي واللغة الكردي واللغة اللغات. طيب. يعني أتمنى يعني فيها جوال دائم يعني يعرض على الشاشة، أتمنى ترسل هذا المقترح على المسؤول. بس لا لا، بس بسيط، بس هو بس عشان لغات باكستاني، لغة أردو. هذا كيف؟ قناة هذا في اللغة الفارسية واللغة الكردي، وفي بس بتسوي اللغة اللي يكون لغة الهندية، هذا هندي وباكستاني. في كثير شيعة مساكين، هذا الأكثرهم ما يعرفوا في باكستان في هند وهذا. فأنا عندي اقتراح بيكون وصال في اللغة الهندية أو أردو وهذا. في بإذن الله يعني قريبا بيكون هناك في وصال أردو، كما أعلن إدارة وصال على حسابها على التويتر بأن هناك إن شاء الله قريبا وصال أردو. طبعا الآن في وصال عربي، وفي وصال حق فارسي، وفي وصال إنجليزي، وفي وصال كردي، وفيه وصال الهوسا، وفيها وصال الإنجليزي، وقريبا كما ذكر على حساب وصال بأن هناك وصال تركي ووصال أردو بإذن الله عز وجل، وبإذن الله أن تكون يعني هذه القنوات تحقق المراد. ونسأل الله أن يبارك في جهود العاملين، ونذكر دائما بأهمية الوقوف مع هذه القناة، هذه أهداف القناة، و هذه هي رسالتها. من اقتنع برسالتها واقتنع بما يعرض فيها والدور الذي تقوم فيه وصال، فنتمنى أن يكون هناك مبادرات للوقوف مع هذه القناة من ناحية الدعم لبرامجها والدعم لقنواتها، وأيضا إنشاء أوقاف لهذه القنوات حتى لا تتوقف هذه المسيرة. فالجهد كبير، والإعلام معروف بأنه محرقة للأموال، ولا يفتر الإنسان عن دعم مثل هذه القنوات. نسأل الله أن يبارك في جهود العاملين في هذه القنوات. عموما لا يزال يعني الحديث عن قضية الهوية العربية. أنا وصلني رسالة من الأحواز قبل قليل، يقول بأن المشكلة بعض الأسر الأحوازية تسمي أبنائها من بعض الأسماء الجديدة وهي أسماء فارسية. بعض الأسر يعني ترى التجديد في الأسماء، ترى بأن مثلا اسم محمد، اسم عبد الله، اسم من الأسماء القديمة، أو حتى بعض أسماء الأطفال من البنات أسماء قديمة يحاولون يجددون. هذه إشكالية كبيرة، وهذا يعني يعتبر انتكاسة. إذا يعني أسماء عربية كثيرة جدا، أسماء الأولاد وأسماء البنات، يعني تروح إلى أضيق الأشياء وتروح تسمي بالفارسي أسماء فارسية، هذه إشكالية. نعرف بأن هناك بعض الأسماء موجودة محددة ممنوعة في النظام الإيراني، لكن هناك أسماء كثيرة، فليش أنت جالس يعني تحاول أن تحاكي النظام وتسمي بهذه الأسماء لأنها أسماء أعجبتك؟ لا، هذه مشكلة وهذا خلل. يونس من السعودية قطع الاتصال. حتى يعني في رسالة يعني وصلت أيضا تذكر بأن هناك من الآباء من يتحدث مع أطفاله بالفارسية، وهذه مشكلة. حتى وإن كنت ترى مستقبلهم، هذه تعتبر إشكالية، حتى وإن كنت مع النظام الفارسي فهذه مشكلة.
أنت عربي، اعتز بهويتك وعلم أولادك بلغة القرآن. يعني الآن حتى يعني الفرس لو أراد أن يتكلم يتكلم باللغة العربية ويقرأ القرآن باللغة العربية. هذه لغة هي 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 اللغة الأم، هي التي نزل بها القرآن الكريم. فلا بد أن يكون هناك اعتزاز. أيضا هناك يعني من الرسائل التي يقولون يعني يحاول أن يعقب عليها. طيب أبو عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير أبو أصيل. حياك الله وسهلا بك. نشكر أخونا داود من عمان، وأنا أقول لأخواني الخليجيين كلهم داود وغير داود أن الدعم للبرامج يحتاج إلى دعم مال، ويحتاج إلى دعم أصواتكم، ويحتاج إلى كل شيء. يعني هل حلو يقال واحد عند مسجد يعطيه ريال ولا ريالين تلقاها الصدقة؟ هذا اللي تدعمها قناة أوصال أعبر من اللي تدعمها اللي تلقاها عند المسجد. فالقناة تحتاج منكم مال ومعنوية ومشاركة وكل شيء، وجزاك الله خير. احنا نبي هذا عشان نحط برامج اللي هو الفارسي والبنغالي والهندي وجميع اللغات عشان يعلمون الناس دينهم. ونقول يا اخوي بوصيل جزاك الله خير، وانت اللي معك والبرامج واللي حاطين هاي القناه جزاهم الله خير، والله يوفقكم صراحه. بارك الله صراحة فيك. يعني انتم يعني وش اقول لكم، انتم الشمس الشارقه بعد الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. فاحنا نعينكم، احنا معكم بالمال وبالمشاركات وبكل شيء. ونادي اخواني المسلمين كلهم حتى غير الخليجيين، جزاك الله خير. القناه هذه اللي يبغى الأجر ويبغى الصدقة، والله 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 العظيم مشاركتك ودفع مالك والله تلقاها أمامك. شكرا الله لك يا أبو عبد العزيز، شكرا لك على هذه الإضافة. عثمان من الأحواز. عثمان تفضل، اسمعني من الهاتف فقط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون جناب الشيخ عبد الله؟ حياك الله يا عثمان. والله بالله أشكر على هاي البرنامج الحلوة والطيبة وكلامك ذهب، ونشكر على أمارتنا وأخوات السعوديين الذي جمد السعوديين. ألو صوتك غير واضح، هل تسمعني من الهاتف فقط ما تسمعني من الشاشة؟ اسمعني من الهاتف يا عثمان، اسمعني من الهاتف فقط. معاي انت؟ تفضل تفضل يا عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عثمان تفضل. أشكر على الإذاعة البرنامج، وأشكر على أمهاتنا وأخواتنا السعوديين. هذا واجبنا يا عثمان. جابة أبطال. هذا واجبنا يا عثمان. يا أخي هنا بالهواز مظلومين، خذوا أرضنا خذوا نخلنا، وما نقدر حتى نتصل، ما نتجرأ نتصل. يعني الشباب هون تعدموا وتعذبوا، يعني التليفونات من خاب نتصل تليفون، يعني شغلت يعني متعذبين وايد. نشكركم على هاي البرنامج الطيبة. جزاك الله خير يا عثمان، شكرا لك شكرا لك، بارك الله فيك. أبو خالد من السعودية. أبو خالد معي. لعن الله والصالة والذين معه كلهم. طيب اقطع الاتصال، ما أدري يعني للأسف يعني هناك يعني كان من الأحوازين مجموعة يعني معروفة تتصل للتشويش، والآن من السعودية وقبل ذلك من البحرين. يعني في لوبي يحاول أن يستهدف البرنامج. نحن يعني هذه المشاركات مثل هذه الاتصالات تكشف حقائق هي أصلا غائبة عن الذهنية الأحوازية. فحينما تشاهد مثل هذه العينات أحيانا تقول الحمد لله على العافية، وأحيانا تقول الله يبارك لهم في أموالهم اللي يأخذونها من إيران، وأحيانا تقول وش عنده من أهداف. يعني الإنسان حقيقة قد يحتار، لكن الأمور واضحة جدا ومفهومة. عمر من العراق، السلام عليكم. عمر طيب انقطع الاتصال. عموم مشاهدي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم شكرا جزيلا، ونتمنى إن شاء الله أن نرى الأحواز حرة أبية محررة من الهيمنة الفارسية ومن المعتقدات الفاسدة. قلوبنا معكم، ونحن في هذا البرنامج نعلق يعني أمرنا في الله عز وجل،
وأنتم كذلك علقوا أمالكم في الله عز وجل، فالله هو خير الناصرين. السلام عليكم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.